بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس الرابع. وكل الرسل جاءوا بذلك، وكل الكتب التي نزلت من عنده جاءت بالوحدانية، وحدانية الله سبحانه، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وكذلك بين وحدانيته بآياته المشاهدة، آياته الكونية من خلق السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات وما فيهما من الإحكام والنظام الذي لا يتغير. كل هذه المخلوقات تدل على وحدانية الخالق، لأنه لو خلقها آلهة متعددة لتفاوتت واختلفت واختلت، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. فانتظام هذا الكون بسماواته وأرضه ومخلوقاته، هذا النظام الدقيق المحكم، يدل على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كل شيء من هذا الكون كله يشهد أن الله، أن خالقه واحد. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق، هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجة شاهدات بأن الله ليس له شريك. وكل هذه الكائنات التي ترونها وما لا ترونه من المخلوقات كله يدل على أن خالقه واحد سبحانه، إذ لو كان الخالق متعددا لفسد هذا الكون، ولتقطع، ولذهب كل إله بما خلق، حينئذ تفسد السماوات والأرض. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. سبحان الله رب العرش عما يصفون. فهذا معنى شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهادة لا شك فيها، شهادة صادقة لا يشك فيها إلا أهل الإلحاد وأهل الكفر الذين لا يؤمنون بالله عز وجل. لهذا يقول جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال سبحانه: ولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. الذي يتفكر في ملكوت السماوات والأرض يقر لله بالوحدانية، لكننا هل نتفكر؟ قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أسأل الله العافية. شهد الله
أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، وأن كل المعبودات والآلهة التي اتخذها المشركون الأولون والمتأخرون كلها باطلة، كلها باطلة، لأن الله شهد ببطلانها، وأن الألوهية والعبادة له وحده لا شريك له. هذه شهادة الله جل وعلا. ثم أردف بشهادة الملائكة، والملائكة عالم من عالم الغيب وجند من جنود الله سبحانه وتعالى، لا يعلمهم إلا الله، عالم من عالم الغيب، عباد خلقهم الله جل وعلا، خلقهم الله من النور، وخلق الشياطين من النار، وخلق بني آدم مما تعلمون من طين. فالملائكة هم من عباد الله في السماوات، وتتنزل إلى الأرض بأوامر الله سبحانه وتعالى. فمنهم من ينزل بالوحي على الرسل وهو جبريل عليه السلام، ومنهم من ينزل لحفظ أعمال بني آدم وهم الحفظة الذين يتعاقبون فينا الليل والنهار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالملائكة الحفظة معنا ليلا ونهارا، يكتبون ما يصدر منا ويسجلونه في صحائفنا. ومنهم الموكل بالقطر والمطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالجبال، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل، وهم لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. منهم من سمى الله لنا، ومنهم من لم يسمي، فنؤمن بهم كما أخبر الله جل وعلا عنهم، وهم عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعبدون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا بالتسبيح والصلاة وأنواع العبادات، ويقومون بما يأمرهم الله جل وعلا به في هذا الكون. الملائكة شهدوا لله بالوحدانية، شهدوا أنه لا إله إلا هو، لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. وهل أعدل من الملائكة؟ هل أعدل من شهادة الملائكة بعد الله سبحانه وتعالى؟ شهدوا أن ما يعبد من دون الله فهو باطل، وأن العبادة الحق لله عز وجل. ثم ثلث بأولي العلم، أولي العلم من بني آدم، العلماء من بني آدم، أيضا العلماء شهدوا لله بالوحدانية وأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وأن كل معبود سوى الله فهو باطل. هذه شهادة العلماء.
بعد شهادة الله وشهادة الملائكة على وحدانية الله واستحقاقه بالعبادة، إذن فكل ما يعبد من دون الله فهو باطل، من الجن والإنس والأحياء والأموات والأحجار والأشجار وغير ذلك، كلها باطلة. وفي هذا في استشهاد أهل العلم مع شهادة الله وملائكته تشريف لأهل العلم، فأهل العلم لهم الشرف والمكانة الرفيعة بما أعطاهم الله من العلم، لأن الله استشهد بهم، استشهد بهم وقرن شهادتهم مع شهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به وهو العلم، وهو التوحيد، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ففي هذا تشريف لأهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وهذا شرف لهم أنهم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم ورثوا العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يعني مجالس العلم، افسحوا مكانا للذين يأتون ليستمعوا للعلم والدرس، افسحوا لهم المكان، اجعلوا لهم فرصة. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا أي قوموا للصلاة أو غيرها فانشزوا، قوموا لعبادة الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فأخبر أنه يرفع المؤمنين وأهل العلم على غيرهم درجات. قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العالم أفضل من العابد الذي ليس عنده علم وإنما يعبد الله لكن ليس عنده علم، العالم أفضل منه كفضل القمر على سائر الكواكب. أنت إذا نظرت إلى القمر ونظرت إلى الكواكب أدركت الفرق بين القمر والكواكب، فالكوكب لا يضيء إلا لنفسه فقط، أما القمر فإنه يضيء الكون كله، نور القمر يضيء الكون كله، مثل العالم يضيء للناس طريق الخير وطريق الرشاد. فالذي يرخص العلماء ويتكلم فيهم ويتنقصهم هذا من المنافقين، هذا من المنافقين الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالذي يتنقص أهل العلم ويحط من قدرهم ومن منزلتهم هذا من المنافقين، لأن الله رفع من شأنهم واستشهد بهم على توحيده سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا أن توحيد الله إنما يعلم بالتعلم
والدراسة، فلا يؤخذ التوحيد عن تقليد أو عن اجتهاد أو رأي، وإنما يؤخذ توحيد عن العلماء. فهذا فيه الحث على تعلم العلم، لا سيما التوحيد والعقيدة، على أيدي العلماء لا على أيدي المتعالمين أو الجهال، بل على أيدي العلماء، لأن الله استشهد بهم على التوحيد. وفي هذا أيضا أن الشهادة لا تكون إلا عن علم، لا تكون الشهادة عن ظن، وإنما تكون عن علم، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ما شهدنا إلا بما علمنا. الشهادة لا تكون إلا عن علم. ثم قال جل وعلا: قائما بالقسط. هذا منصوب على الحال، حالة كونه قائما بالقسط أي العدل، قائما بالقسط وهو العدل بين عباده. فالله جل وعلا هو الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا، فلا يظلم المحسن من حسناته شيئا، ولا يظلم المسيء فيجعل له سيئات لم يعملها، وإنما يجازيه بعمله، ولا يحمل عليه سيئات لم يعملها، لأنه جل وعلا قائم بالقسط وهو العدل. ثم قال جل وعلا: لا إله إلا هو، مؤكدا ما سبق. لا إله أي لا معبود بحق سواه، وما عبد من دون الله فهو باطل كائنا من كان، سواء من القبور والأضرحة والأموات، أو من الأشجار والأحجار، أو الأصنام، أو غير ذلك، كله باطل، كله شرك، شرك بالله عز وجل العزيز القوي الذي لا يضام سبحانه وتعالى، ذو العزة والقوة الذي لا تغالب، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. هذا هو الحكمة، وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها. فالله جل وعلا إنما يضع الأمور في مواضعها، فيضع الفضل في من يستحق الفضل، ويضع الذلة والمهانة في من يستحق الإهانة، فهو الحكيم سبحانه وتعالى في أفعاله وتقديراته وفي جميع ما يصدر عنه سبحانه وتعالى، عن حكمة، عن حكمة وعلم. ثم قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قرئ بالكسر إن الدين بكسر إن، همزة إن، وقرئ بالفتح أن الدين عند الله الإسلام. فعلى قراءة الفتح يكون الله والملائكة وأولو العلم شهدوا بشيئين: الشيء الأول أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، الشيء الثاني أن الدين الصحيح هو دين الإسلام، وما عداه من الأديان فإنه باطل ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. وأما على قراءة الكسر فتكون يكون الكلام مستأنفا، يكون مبتدأ، مستأنف يعني مبتدأ كلام آخر بعد الكلام الأول. إن إخبار من الله مؤكد بإن التي هي للتوكيد،
إن الدين عند الله الإسلام، فالله لا يقبل من الأديان إلا الإسلام، وما عدا دين الإسلام فإنه مردود، كما قال تعالى كما قال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام معناه الاستسلام لله وحده، الاستسلام لله وحده بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهل الشرك، هذا هو الإسلام، الاستسلام لله دون غيره. فمن لم يستسلم لله فهو مستكبر، ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، ومن استسلم لله وحده فهو المسلم حقا. والإسلام هو دين الأنبياء جميعا، الاستسلام لله بالتوحيد والعبادة. فمن استسلم لله في أي وقت واتبع الرسل عليهم الصلاة والسلام فهو المسلم، فالذين اتبعوا نوحا عليه السلام مسلمون مستسلمون لله، والذين اتبعوا إبراهيم مسلمون، الذين اتبعوا أيضا موسى وعيسى واتبعوا النبيين كلهم مسلمون، لأن الإسلام معناها أن تعبد الله بما شرع في كل وقت بحسبه. فجميع أتباع الأنبياء مسلمون لأنهم عبدوا الله بما شرعه على لسان الرسول الذي جاءهم في وقته. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به، ونسخ الله به الأديان السابقة، وصار الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به عليه الصلاة والسلام، لأن الله بعثه كافة للناس، بعثه للعالمين جميعا. كان الرسول من الرسل السابقين يبعث إلى قومه خاصة، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بعث للناس كافة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فالإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو دين محمد، وما عداه من الأديان إما أن يكون باطلا من أصله كالشرك والكفر، وإما أن يكون في أصله صحيح لكنه نسخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، ما عدا الإسلام فإنه كهر وشرك وضلال ولا يقبل من صاحبه مهما أتعب نفسه به. فإذا أردت أن تعرف ما أنت عليه هل هو صحيح أو ليس بصحيح، إذا أردت أن تعرف المذهب الذي أنت عليه هل هو صحيح أو ما هو صحيح، العبادة التي تؤديها هل هي صحيحة أو لا، اعرضها على الإسلام، اعرضها على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن وافقت الإسلام وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهي صحيحة، وإن خالفت فهي باطلة. فلا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك بها، ليس هناك طريق إلى الله إلا عن طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالذي يزعم أنه يصل إلى الله
عن غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى غير شريعته فإنه مغرور وباطل ولن يصل إلى الله أبدا، إنما يصل إلى الله من سار على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فليس الدين ما جاء به الآباء والأجداد والعادات والتقاليد، إنما الدين ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله سواه يوم القيامة. فلا تتعب نفسك بدين مخالف لدين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا طريق إلى الله وإلى جنته إلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، الأقوال والأفعال والنيات والمقاصد. إن كان يريد النجاة يوم القيامة ويريد السلامة من الشرور والفتن في الدنيا فليتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يهودية ولا نصرانية ولا أي دين بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا دين الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى موسى لو كان حيا لوجب عليه أن يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الله جل وعلا قال: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك أولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالله أخذ الميثاق على الأنبياء جميعا أنه من بعث، أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم أحد موجود فإنه يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله إلى العالمين، إلى الجن والإنس، بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. إن الدين عند الله الإسلام. ثم قال جل وعلا: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. فاليهود والنصارى، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى الذين خالفوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يتبعوه، ما اختلفوا عن جهل، وإنما اختلفوا عن علم أنه رسول الله وأنه يجب عليهم اتباعه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فأهل الكتاب الذين
أبوا أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم قامت عليهم الحجة، لأنهم يعلمون أنه رسول الله وأنهم مأمورون باتباعه. ولكن ما الذي منعهم؟ البغي، البغي وهو الكبر والاستكبار عن الحق والحسد. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، هذا هو السبب، بغيا بينهم الكبر والحسد هو الذي حملهم على أن لا يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، بغيا بينهم. ثم توعدهم فقال: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فهم أهل العلم، شوف سماهم أهل العلم، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، أهل العلم ما عندهم جهل، ما عصوا محمدا صلى الله عليه وسلم أنهم لا يعرفون أو لا يعلمون ما جاء به، لا، هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يكتمون الحق ويستكبرون ويحسدون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يضرون الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يضرون أنفسهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، اختلفوا في عدم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، واختلفوا بينهم أيضا، هم مختلفون بينهم، محمد صلى الله عليه وسلم زاد اختلافهم، فهم في خلاف والعياذ بالله. كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل ويبتلى بالاختلاف، كل من ترك الحق. ما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهذا فيه الوعيد للعالم الذي لا يعمل بعلمه من أهل الكتاب وغيرهم. كل عالم لا يعمل بعلمه فعليه قسط من هذا الوعيد، لأن الواجب على العالم أن يعمل بعلمه، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. يوم القيامة يبدأ بأهل العلم الذين لم يعملوا بعلمهم فيسحبون إلى النار، كل عالم لا يعمل بعلمه يسحب إلى النار يوم القيامة. وليس من يعلم كمن لا يعلم، نسأل الله العافية. اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، هذا هو السبب، البغي والعدوان والتسلط وحب الرئاسة وحب الدنيا والحسد، هذا هو الذي حملهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ومن يكفر بآيات الله، كفروا بآيات الله، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، سريع الحساب يوم القيامة. فيوم القيامة قريب والحساب قريب، لا يظنون أنهم أن المدة طويلة وأنهم لا، الوقت قريب، ويوم القيامة قريب، وكل آت فهو قريب. فالله جل وعلا سريع الحساب، أي قريب محاسبته لعباده وسيجازيهم بأعمالهم. وهو سريع الحساب أيضا لأنه لا يعجزه محاسبة الخلق، فيحاسبهم جميعا، وذلك على الله يسير سبحانه وتعالى، لا يشق عليه محاسبة الناس على كثرتهم، فإن ذلك يسير على الله جل وعلا، فإن الله سريع الحساب. ثم قال جل وعلا: فإن حاجوك، إن حاجوك يعني جادلوك، لما بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم على الحق وأن من خالفه من أهل الكتاب وغيرهم فإنه على باطل، فلا يهتم بهم ولا يلتفت إليهم،
ويمضي في طريقه الدعوة إلى الله عز وجل. فإن حاجوك يعني جادلوك فقل أسلمت وجهي لله، أنا لا ألتفت إلى مجادلاتكم ومناظراتكم، لأنكم تجادلون بالباطل، وأنا لا أشتغل معكم في الجدال بغير حق. قل أسلمت وجهي لله، والمراد بإسلام الوجه الانقياد لله سبحانه وتعالى واتباع شرعه وإخلاص النية له سبحانه وتعالى على وفق ما شرعه. فأنا على بينة من أمري وأنتم على ضلال، فلا أفتح المجال لكم للمجادلة والمناظرة، لأن الحق تبين لي، والذي يتبين له الحق لا يسعه أن يجادل، وإنما يلزم الحق ويتبع الحق، فمن اتبعه فإنه يكون من أتباعه على الحق ومن الناجين عند الله، ومن لم يتبعه فهو من أهل الضلال ومن أهل النار. فقل أسلمت وجهي لله، أي انقدت لله جل وعلا انقيادا تاما على حسب ما أمرني ونهاني سبحانه وتعالى. فأنا على بينة وعلى بصيرة، فلا أشتغل معكم وأضيع الوقت بالمجادلة والمخاصمة، الحق واضح ولله الحمد، ومن اتبعني فإنه يكون على خير وعلى حق. أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي ومن اتبعني فقد أسلم وجهه لله، مثل قوله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أما من لم يتبعه فإنه على ضلال، ولا نضيع الوقت في مجادلته ومخاصمته. إنما يكون الجدال إذا خفي الحق يكون الجدال والمناظرة أينا على الحق، أما إذا اتضح الحق فلا مجال للمجادلة ولا للمخاصمة. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. وقل للذين أوتوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى والأميين، وهم الذين ليس لهم كتاب كمشرك العرب الذين ليس لهم كتاب، والأميين جمع أمي، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذه صفة العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أمة أمية، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه صاروا علماء الدنيا، صاروا الأميون لما اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم صاروا علماء الدنيا وأساتذة العالم، وغزوا البلاد بالعلم والدعوة إلى الله في المشارق والمغارب ببركة هذا العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، أي مثلي أسلمتم لله، فإن أسلموا لله عز وجل فقد اهتدوا، أصابوا الحق وأصابوا الهدى، وإن تولوا أعرضوا ولم يسلموا فإنما عليك البلاغ، الرسول عليه البلاغ فقط، وأما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من العلماء والدعاة ليس عليهم إلا البلاغ، وأما الهداية هداية القلوب فإنها بيد الله، فنحن علينا البيان والدعوة إلى الله، فمن استجاب الحمد لله، ومن لم يستجب فإنها تبرأ ذمتنا وتقوم عليه الحجة.
فإنما عليك البلاغ، ولا يهمك أمرهم، لأن الله محيط بهم، لا يظنون أنهم ينسون، لا يظنون أنهم ينسون ويضيعون، والله بصير بالعباد. فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، يعلم من استجاب ومن لم يستجب ومن عاند وكابر، فلا يظنون أنهم يفوتون على الله سبحانه وتعالى. هذا وعيد، وعيد شديد لمن لم يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يخفى على الله جل وعلا ولا يغيب عن الله، وأنه مراقب، أنه مراقب من عند الله جل وعلا، لا يخفى على الله لا تصرفاته ولا أقواله ولا أفعاله، ينتظره يوم الحساب والجزاء عند الله سبحانه وتعالى. فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ثم بين سبحانه هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله أن لهم سوابق قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، لهم سوابق مع الأنبياء، لهم سوابق قبيحة مع الأنبياء قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقتلون الأنبياء. إن الذين فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هذه صفة اليهود قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنبيائهم كانوا يقتلون الأنبياء، كما قتلوا زكريا وقتلوا يحيى عليهم السلام، وهموا بقتل المسيح عليه السلام ورفعه الله من بينهم، وهموا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم سلمه الله منهم. هذه طريقة اليهود، قتلت الأنبياء، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط بالعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أتباع الأنبياء. هذه طريقة اليهود ومن سلك سبيلهم من الجبابرة والطغاة، الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق، النبيين والأنبياء جمع نبي، بغير حق. ليس معناه أن هناك قتل لبعض الأنبياء بحق، لا، هذا لبيان الواقع أن قتلهم للأنبياء بغير حق، وإنما هو جريمة واستكبار على الحق الذي جاءوا به. ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط أي بالعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس من أتباع الأنبياء فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم، العادة أن البشارة تكون بالشيء السار، البشارة تكون بالشيء السار، البشارة بالجنة، البشارة بالنجاة، البشارة بالرزق، لكن هؤلاء يبشرون بأي شيء؟ بعذاب، نسأل الله العافية. بدل أن يبشروا بالرحمة وبالخير يبشرون بالعذاب، يخبرون خبرا يظهر أثره على بشرتهم والعياذ بالله. بشرهم بعذاب، وليس عذابا عاديا، بل عذاب أليم، عذاب مؤلم والعياذ بالله. هذا وعيد شديد لمن تكبر وتجبر على الأنبياء وعلى أتباع الأنبياء وأبى أن يقبل الحق وأبى أن يقبل الدعوة إلى الله وأصر على ما هو عليه من الكفر والضلال، بل وزاد على ذلك بأنه يقتل من جاءه بالحق ويدعوه إلى الحق. هذا شر الناس والعياذ بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. هذا شر الناس والعياذ بالله. بشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم، هذا وصف آخر، حبطت يعني بطلت،
أعمالهم. الأعمال التي عملوها من الصالحات والخيرات بطلت بقتلهم الأنبياء وقتلهم أتباع الأنبياء، تبطل أعمالهم والعياذ بالله. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، حبطت أعمالهم في الدنيا فإنهم يجهدون أنفسهم بالأعمال وهي باطلة لا تنفعهم والعياذ بالله، وفي الآخرة يجدون الجزاء عليها بالنار بدل أن يجازوا بالجنة، فحبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وما لهم من ناصرين، ما لهم من ناصرين لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا أحد يخلصهم من عذاب الله وعقوبته. وإن كانوا يظنون أنهم استكبروا وتجبروا وأرهبوا الناس وقتلوا، فإنهم ليس لهم مناصرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ومآلهم إلى الهلاك كما تعلمون عن الجبابرة والمتكبرين والذين يقتلون أهل الخير، ماذا كان مصيرهم؟ أين فرعون؟ أين هامان؟ أين قارون؟ أين كل جبار عنيد؟ هل نصره أحد؟ هل خلصه أحد من عذاب الله؟ لا. وما لهم من ناصرين، نسأل الله العافية. بخلاف أهل الحق وأتباع الرسل فإن الله نصيرهم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالمؤمنون ينصرهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة، أما أهل الكفر والإلحاد والجبروت والتكبر والطغيان فإنهم ليس لهم من ناصر لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا، ونسأل الله عز وجل لأسمائه وصفاته أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يثبتنا على الدين القويم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم، وقنا وإياهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ وهل هذا يشمل جميع المساجد؟ هذا في المسجد الحرام الآية، والمسجد الحرام إن الذين يصدون عن سبيل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإلحاد في الحرم، الإلحاد في الحرم هو ارتكاب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فإن السيئة في الحرم والذنب في الحرم أعظم وأغلظ من الذنب والسيئة في سائر بقاع الدنيا، لأن الحرم له حرمة، والحرم مكان عبادة وتوحيد وإخلاص لله عز وجل
فالمعاصي تضاعف تغلظ تغلظ في الحرم، تغلظ عقوبتها في الحرم أكثر من غيرها لحرمة الحرم. وكذلك من الإلحاد وأشد الإلحاد في الحرم تغيير المشاعر، تغيير المشاعر التي جعلها الله مشاعر ومناسك للمسلمين، يجب المحافظة عليها والإبقاء عليها وعدم تغييرها والزيادة فيها والنقص منها، تبقى كما كانت. وكذلك من الإلحاد في الحرم أن يرتكب جريمة فيها أذية للناس من السرقة وقطع الطريق وغير ذلك والخيانة، كل هذا من الإلحاد في الحرم. والإلحاد في اللغة هو الميل، الذي يميل عن طاعة الله هذا ملحد، وهو يتفاوت بعضه أشد من بعض، الإلحاد بعضه أشد من بعض، منه إلحاد يكون كفرا، ومنه إلحاد يكون فسقا، ومنه إلحاد يكون معصية. ولا شك أن الحرم من تغليظ العقوبة فيه أن الله يعاقب على النية، ومن يرد فيه بإلحاد، من يرد يعني من نوى ولو لم يعمل، إذا نوى أن يلحد في الحرم عاقبه الله، فكيف إذا نفذ، إذا نفذ الجريمة هذا أشد. إذا كان من نوى وأراد أن الله يذيقه العذاب الأليم ولو لم يعمل هذا الشيء إلا إن تاب إلى الله، إن ترك الإلحاد تائبا إلى الله تقبل الله توبته. أما إن ترك الإلحاد لأنه يعجز أو لا يقدر عليه أو يخاف من السلطة ولو قدر لنفذ، فإن الله جل وعلا يذيقه العذاب الأليم. ولهذا جاء في الحديث أن من نوى الإلحاد في الحرم ولو كان في عدن أبين، عدن اليمن، إذا نوى الإلحاد في الحرم فإن الله يذيقه العذاب الأليم، نسأل الله العافية. نعم. يقول: هل الأفضل البقاء في مكة والصلاة في الحرم والتعبد فيه، أم الخروج منها فرارا من فتنة النساء؟ البقاء في الحرم والتعبد فيه فيها أجر عظيم، وفتنة النساء الحمد لله عندك غض البصر، تغض بصرك وتتجنب الاختلاط والزحام، إلا شيئا لا تقدر عليه فإنك لا تؤاخذ، الشيء اللي ما تقدر عليه لا تؤاخذ عليه. أما إذا تعمدت الزحام وتعمدت النظر إلى النساء فحينئذ هذا من الإلحاد في الحرم. نعم. يقول: كيف يكون التعامل مع زوجة الأخ في الكلام، وأيضا هل أسلم عليها فقط ولا أكلمها، وهل هذا من التشدد؟ نعم، لا بأس بالسلام على زوجة الأخ وعلى غيرها، والكلام للحاجة، تسألها عن شيء أو تسأل عن حالها وتدعو لها أو ما شبه ذلك، الكلام المباح لا بأس به مع الحجاب وعدم الاختلاط، لا يكون هناك اختلاط بينك وبين زوجة أخيك، لا تكون زوجة أخيك سافرة عندك بل تكون متحجبة، لا يكون بينكم كلام سيء أو مغازلة، وإنما الكلام للحاجة والكلام المباح لا بأس به. نعم. ما حكم الصلاة خلف من يقول أن القرآن مخلوق؟ لا يصلى خلفه، يقول أن القرآن مخلوق لا يصلى خلفه، لأنه مكذب لله عز وجل ولرسول الله. الله جل وعلا قال: تنزيل القرآن، تنزيل، تنزيل الكتاب من الله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فهو تنزيل من رب العالمين وكلام رب العالمين، حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله ما قال خلق الله، فيسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، سماه كلامه سبحانه وتعالى ولم يجعله مخلوقا،
بل هو كلام من الله جل وعلا تكلم به وأنزل به جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد لأمته، وهو كلام الله جل وعلا ليس مخلوقا. فالذي يقول إن القرآن مخلوق لا يصلى خلفه. نعم. هل التورك سنة بعد سجود السهو أم لا؟ تورك بعد سجود السهو لا بأس أنك تجلس متورك أو تجلس مفترش، ما في بأس. نعم. يقول: ما وجه التحريم في التعامل مع البنوك؟ البنوك ما هو كل البنوك يحرم التعامل معها، إنما البنوك التي تتعامل بالحرام كالربا والقمار والغش والغرر والجهالة، هذه لا يتعامل معها. أما إذا كانت البنوك تتعامل المعاملة المباحة التي ليس فيها ربا وليس فيها قمار وليس فيها جهالة وغرر لا بأس بها، ولكن ما أظن الآن هناك بنوك على هذه الصفة، إلا ما يقال عن البنوك الإسلامية. البنوك الإسلامية يقولون إنها لا تتعامل بالمعاملات الربوية وأنها تحرص على المعاملات الطيبة، فإذا كان هذا صحيحا فهي بنوك طيبة. نعم. يقول: في بلادنا يقنطون في صلاة الفجر يوميا، ما صحة هذا العمل؟ نعم، هذا مسألة فيها خلاف بين العلماء، القنوت الفجر، فالجمهور على أنه لا يشرع القنوت في الفجر إلا في النوازل. جمهور أهل العلم على أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر إلا عند حصول النوازل التي تنزل بالمسلمين، وهي التي قنت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين ويدعو للمسلمين بالنصر، ولم يكن يداوم عليه الصلاة والسلام على القنوت في الفجر. هذا مذهب جمهور أهل العلم. ذهب بعض الأئمة إلى أن هذا مشروع وأنه في كل صلاة فجر عن اجتهاد منهم، ولكن الحق والصواب مع الجمهور. نعم. يقول: إذا صلت المرأة في حضور رجال أجانب وهي كاشفة الوجه، هل صلاتها صحيحة؟ صلاتها صحيحة، لكن تأثم على كشف الوجه، تأثم على كشفها للوجه، أما صلاتها فهي صحيحة، ولكن ما تكون مختلطة بالرجال، تبعد عن الرجال، تكون خلف الرجال. نعم. سائق تاكسي وجد في السيارة كيس به ملابس بعد نزول الركاب، وهي أشياء ذات قيمة متوسطة، ماذا يفعل بهذه الأشياء إن لم يجد صاحبها؟ إذا كان هذا في مكة يسلمها للجهة المخصصة للضائعات، سلمها للجهة المخصصة للضائعات، تعلن عنها ويأتي صاحبها ويأخذها. نعم. امرأة بدأت طواف العمرة من باب الكعبة واستمرت بذلك في جميع أشواطها وأتمت العمرة، هل عليها شيء وقد سافرت؟ إذا كانت بدأت الشوط الأول من باب الكعبة فإن طوافها ناقص، يكون طافت 6 أشواط والشوط الأول من باب الكعبة يكون ناقصا فلم يصح طوافها، فعليها أن تأتي وأن تستأنف الطواف من جديد والسعي وتكمل العمرة من جديد. نعم. يقول: ما الفرق بين أسماء الله وصفاته وأفعاله، وهل يجوز اشتقاق اسم الله عز وجل من أي صفة أو فعل؟ الله جل وعلا له الأسماء الحسنى، وكل اسم منها يتضمن صفة من صفاته، فالعزيز يتضمن العزة، والحكيم يتضمن الحكم، الرحمن الرحيم يتضمنان الرحمة، وهكذا كل اسم من أسمائه يتضمن صفة من صفاته. وصفات الله جل وعلا على قسمين: صفات ذاتية كالوجه واليدين، وصفات فعلية كالنزول والاستواء والعلو
والخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه صفات فعلية لله عز وجل. نعم. تقول هل من السنة صفات ذاتية مثل الوجه واليدين الثابتة لله عز وجل، وكذلك صفات العزة والرحمة والقدرة والإرادة، هذه صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى. نعم. يقول هل من السنة إرسال اليدين أم قبضهما بعد الرفع من الركوع؟ الصحيح أن ما بعد الركوع مثل ما قبل الركوع، تقبض اليد اليسرى باليد اليمنى على الصدر مثل ما قبل الركوع. نعم. يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير بعد الصلوات المكتوبة وقبل الاستغفار والأذكار؟ هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير بعد الصلاة المكتوبة وقبل الاستغفار والأذكار؟ الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد السلام من الفريضة استغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له الملك وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وإذا كان بعد الفجر فإنه يأتي بعشر تهليلات، أو بعد المغرب يأتي بعشر تهليلات، وأرشد صلى الله عليه وسلم أنه بعد التهليلات وبعد الذكر يأتي يكبر الله 33.